وسط ضغوط الحياة وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يجد المتزوجون مكانا للفضفضة، فتجد الزوجة صفحة يوميات زوجة مفروسة لتعبر عن معاناتها اليومية بطريقة كوميدية. أما الزوج فله صفحة يوميات زوج مطحون التي تصف بحس فكاهي ما لا يعجبه في شريكته. أعداد من سجلوا إعجابهم بالصفحتين تحسب بالملايين، والمشاركات تزيد في كل لحظة، لتتحول معاناة الزوجين الحياتية إلى كوميديا بتعليق أو صورة، ويبقى في كل بيت زوجة مفروسة أو زوج مطحون أو كلاهما. بس انتش حيطة ممكن.